انا راح اتكلم فيه مقرف حبتين، اوكي والله مو حبتين، هو حبتين ثلاثة اربعة عشرة خمسمية الف. هو الموضوع اللي انا شفته البارح حرق دمي على السوشيال ميديا، وهو ان باختصار ان في احد النكرات اللي هو الشخصيات اللي احنا ما نعرفهم، نكتشفهم او نشوفهم بمحض الصدفة بشكل طفولي على السوشيال ميديا، احداهن طلعت عقبت على كلام الفنانة الجميلة زينة رضا لما سوالها لقاء في ايتي بالعربي ربيع هنيدي، وطرح عليها سؤال عن خلافات تامر حسني مع زوجته بسمة بوسيل المغربية، وهي اجابت ان في خلافات احنا تربينا على ان الخلافات الزوجية ما تطلع برا البيت، يعني هاي خط احمر و و و و فطلعت احدى النكرات وتكلمت عنها وطعنت في شرف زينة، وقالت لها يعني بطريقة سخيفة ان يعني ما بيتكلم بس كلام بالعرض مو حلو وكلام بشع ما بيعيده لأنه عيب ولأنه في أطفال قاعدين يطالعون وما نبي نجرحهم. عموما هي احنا مو موضوعنا مع هذه النكرة، احنا موضوعنا مع منو؟ مع مدموزيل بسمة بوسيل. اوكي بسمة بوسيل خذت هذا الكلام البشع ونشرته على صفحتها في الانستغرام، وبعد شوية حذفت البوست هذا حق النكرات هذه. فيظهر ان تامر حسني هزأ باسم بوسيل، لان كلنا نعرف قيمة زينة بالنسبة لتامر، هم اخوة وزملاء واصدقاء من عمر ومن سنوات طويلة، وهو واضح وهو اثبت الصراحة هذا التصرف الطفيلي، يعني ما بيقول بين قوسين حقير من بسمة، اوكي لانه فعلا تصرف حقير. انت واضح ان هم الثنتين صديقات، النكرة مع بسمة، لان نشرته النشر لما انا انشر بوست على انستغرامي فمعناه ان انا اوافق هذا الموضوع، وخصوصا اذا ما اعقبه او ما حط عليه تعقيب ان انا مثلا اعترض على هذا الشيء هذا، لكن هو يظهر انه موافق. يظهر ان بسمة قالت له هذيك روح تكلمي وللحبتين بتوعك وانا حقتي وحظبطك بالنشر. هو اعتقد كده. انا بسأل سؤال، يعني اولا تصرف فقح قليل ادب وغير محترم. بسمة انا ما عندي كلام عن هذيك، انا عندي مش كلام مع بسمة، لان بسمة اذا انت غير قادرة، انت كزوجة فنان نفس تامر حسني فانت تمثلينه، وانت واجهة للأسف بالنسبة له غير مناسبة، سيئة بشعة فيك كل العبر، اوكي يعني أسأتي له، خربتي علاقاته مع كل الفنانات اللي يحبونه ويقدرونه. تامر إنسان محبوب، أنتي إنسانة مكروهة. ليش يعني الكتاب يبين من عنوانه، يعني مفروض يعني إحنا ما نعرف كيش إلا لما تزوجتي تامر حسني. تامر حسني إنسان محبوب محترم، أنا التقيت فيه بالكويت وعملت له لقاء، إنسان بقمة الأخلاق والاحترام وطيب، ويعني احنا نقول حتى نقول غلبان من كثر، يعني غلبان يعني انسان تحطونه في قلبكم لانه انسان جدا محترم. انت شمتانه في ايه بالضبط لما انت تأيدين كلام هذه النكرة في عرض زينة؟ زينة هي خطأها الوحيد في الحياة أول شيء هي إنسانة محترمة خلوقة بنت ناس، خطأها الوحيد في هذه الحياة أنها هي أحبت رجل لا يستحق الحب، أوكي، وعطتها من وقتها وزمنها وعطتها من حياتها وقطع من لحمها، لكن هو كان إنسان أناني عشان فلوس المعجبات والمعجبات، وهذا دمر حياته
وباكر راح يندم، لانه مش في كل وقت الانسان الندم بتاعه يثمر. ضيع انسانه احبته، مو كل يوم الانسان يلاقي انسانه تحبه في صدق ولا كل وحده. يعني هي أمانة هذا بس العيب، كان ممكن أنت تكونين بسمة مكانها، كان ممكن أكون أنا، كان ممكن يكون أي شخص مع أي إنسان، مو شرط الإنسان اللي أحبته زينة رضا، أوكي؟ ممكن أي إنسان معرضة، امرأة يعني شمتانة بإيد. إحنا لو نتكلم عنك وعن عائلتك وعن يعني وعن يعني مش هنخلص. مش عايزين فيديو واحد، عايزين مليون فيديو عشان نتكلم. عيب، عايزة نتكلم في ايه؟ نتكلم عن موضوع اخوكي اللي قعد له سنة في دبي؟ مش عايزين نتكلم نقول هو يعني ليه قعد سنة في دبي؟ طبعا مش عقد عمل، اوكي، مو عقد عمل، بس يعني وفي اشياء مثبتة قانونيا. فعيب يعني الواحد يقول استحي بالكويتي او اختشي بالمصري او ما اعرف انتم بالمغرب تقولون ايه بالضبط، بس عيب. يعني احترمي الراجل اللي انت قاعده على ذمته، احترمي هذا الفنان اللي كلنا نحبه وكلنا نقدره. انا في عمري ما تمنيت في حياتي اطلع اتكلم في اشياء تخص تامر حسني، لأنه رجل جدا قلوق، رجل جدا محترم، رجل جدا يعني يعني زي المرهم، ينحط على الجرح يطيب. سام محترم، احترمي إنه هو جايب كل أهلك ومقعدهم عنده بالبيت ويصرف عليهم. هذا غير اللي في المصحات هو قاعد يصرف عليهم. في والله العظيم في أشياء الواحد يخجل إنه يتكلم فيها، عيب والله عيب. يعني في أشياء الواحد يخجل منها، حتى حكايتي يعني عزاني نتكلم في موضوع عقد الزواج لأبل تامر مع يحيى سويس وغيره 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 وغيره. يعني في أشياء الواحد يتكلم عنها لو يعني لو يبتدي فيها ويتكلم، أوكي، محتاج ل 2021 22 23 24 25 و30 و45. يعني عيب، خلاص انت المفروض تكونين واجهة. انا في حياتي انا تزوجت فنان، اوكي، ولاني حبيته حبيت حتى اولاده اللي من زوجة ثانية. الانسان لما يحب بني ادم، انسان لما يحب بني ادم يحب كل الناس اللي تحبه، مو يطفش الناس من حوله. يعني انا بسأل سؤال، انت كنتي فين لما انحبس تامر حسني؟ كلنا نعرف قضية تامر حسني الشهيرة اللي انحبس بسبب تزوير شهادة عفو من الجيش وطلعت مزورة، وما كانت بسببه، كان بسبب شخص ثاني اوهمه وحكاية كانت طويلة. من اللي وقف معه؟ مو زينة؟ حتى المحامي جابته زينة ووقفت معه وكانت تحضر الجلسات، يحد ما طلع بالسلامة واخذ براءة. يعني انا انت والمنتفعين من حوالين تامر حسني اين كانوا؟ لا هو شوفوا، مدام الموضوع يطلع في السوشيال ميديا احنا من حقنا نتكلم فيه. اللي ما يبي، احنا عرفناك زوجة تامر حسني، يعني تابع تامر حسني، ولا انت عندي احنا عرفناك انت من وينك؟ 4 ملايين ونص يتابعونك على الانستغرام، ما هو المحتوى اللي انت تقدمينه؟ صورك او صورك مع تامر حسني فقط لا اكثر ولا اقل، او اغنية تروحين تغنين اغنية لتامر وتنزلينها والحركة، ولا هو ايه هو منعني، هو مش عايزني اغني، هو ما شر، والله مسكين شكله هو ضحية بيت العز قسم بالله. يعني هذا تلاقي مو انت قاعدة تغنين، انا قسم بالله انا يصعب علي لما يطلع في لقاء ويسألون عنه. الراجل يعني وجهه يقلون ويودي لون، يدي ألوان كأنه قاعد يقول للمشاهد دي غلطة عمري. يعني والله عيب، خلاص يعني عيب عيب عيب.
طفشتي طوب الأرض من تامر حسني، خليت الناس يكرهون تامر حسني وهو فنان محترم وراقي و و و و و وبعدين تطلعين تسوين الفيلم الهابط اللي انت عملتيه. احنا من زمان ماشيين في جراءات الطلاق، انت مش حتطلعي منها لان انت عايشة بعز ما تحلمين فيه، ورجل ما تحلمين فيه، وللجنة انه متحملج، اقسم بالله للجنة انه متحملج. يعني ما خليتي احد حواليه. اذا انت عندك طفشتي زينة، طفشتي مي عز الدين، طفشتي طوب الارض منه. لما تقولين هو يخونني وما شنو يخونك، والله معذور للجنة. يعني انا توقعت امانة مع احترامي الشديد، انا كنت اتوقع تامر حسني يعني ذوقه احلى من كذي بشوية. يا جمال المصريات، جمال ورشاقة واهتمام وخفة دم وحلات روح ونظافة قلب وقدعة. وحطي تحت كلمة قدعة مليار خط. يعني أنا كنت أتوقع ياخذ يعني يتجوز تامر بنت عائلتهم، إحنا نقولها في الكويتي أكبرها واسمنها، يعني وحدة أهلها مقام ومقال. يعني مش كده. ولا تخلينا نتكلم ونقول يعني الدوافع اللي خلتك يتجوزك تامر، فعيب وعيب 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 انك تتكلمين في عرض، تتكلمين في عرض امرأة، يعني وحدة انصفها القضاء المصري في كل درجاته. لو ما كانت صاحبة حق وموقفها سليم وقوي كان ما انصفها. القانون المصري ما يظلم احدا، قانون محترم واحنا كلنا نحترمه ونعزه ونجله. فبس كفاية، حافظي على البقية الباقية من صورة تامر حسني اللي احنا كلنا نحبه. عيب عيب. ولا تخين احنا ما يعني اذا انت ما تحبين احد يتكلم في خصوصياتك وفي المصايب، كل عائلة فيها مصايب يعني وفيها اسرار، فاحترمي نفسك واحترمي هذا الرجل اللي انت يعني شايل، وهذا الرجل اللي انت شايل اسمه اللي اختار ان تكونين واجهة له. وللأسف كل تصرفاتك تثبت ان انت واجهة غير مشرفة.